السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وزيد وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. خدوا حبايبي الكرام، بجد لقاءنا معاكم من قناه تربيه الارانب والطيور مع ابو نرمين. تنساش انزل تحت اشترك في القناه، سبسكرايب، فعل زر الجرس، ادعم الفيديو بلايك. حلقه النهارده يا شباب حلقه مهمه جدا بخصوص فطام الارانب عمر 37 يوم يا شباب، وفي ارانب عمر 38 يوم. فمن فضلك كمل الفيديو معانا للاخر عشان تعرف انت هتفطم الارانب ازاي وتتعامل مع الارانب ازاي بعد الفطام علشان تتجنب موت الارانب الصغيره بعد الفطام. لان معظم الناس يا جماعه بتبدا تشتكي من الارانب ابو نرمين، فطمت الارانب وبعد ما فطمت الارانب عشان ابو نرمين بيومين ثلاثه الارانب جالها انتفاخات، جالها اكسالات، يقول لك جالها اوكسيد، جالها مش عارف ايه، الارانب ايه بدات يقع ارنب ورا الثاني، بدات الارانب تموت من الشخص ده ارنب ورا الثاني. من فضلك كمل معانا الاخر للنهايه. يلا بينا، تعالى كده ابو نرمين. ده يا جماعه بفضل الله جزء امهات والدينا امهات ان شاء الله. ادي يا جماعه الام وادي العيال اهي، وباقي يا جماعه العيال اهي في قلب الولاده اهي، باقي العيال ان شاء الله. دول عمر يا جماعه 37 يوم، ماشي يا جماعه. دول يا شباب عمر 35 يوم يا شباب، دول بفضل الله. وباقي الخلفات يا جماعه الامهات باقي الخلفات، ماشي يا شباب اهي تمام. ده عمر 35 يوم. فهنوزن يا جماعه الارانب ديت اللي عمر 37 يوم، تعالوا شوفوا وزنها كام على الميزان ونفطمها ان شاء الله باذن الله يا جماعه. والله يا جماعه بعد ما راحت تفطم ارنب اهوت تمام، الارنب يا جماعه انا فطمته من ورا امه، فحبيت ان اعمل ايه؟ قلت اعمل فيديو ارنب غريب يا جماعه، في شعره زي يا شباب، شعره غريب قوي. فقلت اعمل فيديو عن الفطام علشان ارد على الناس اللي بتقول الارنب عندي ابو نرمين بتموت بعد الفطام. فيلا بينا نعرف الاوزان قد ايه والمفروض توزن تفطم الارنب العمر قد ايه. المفروض يا جماعه تفطم من عمر 35 يوم. الناس بتفطم على 25 يوم و23 يوم و27 يوم، ده غلط يا جماعه. على الارنب تفطم على عمر 35 يوم، يكون الارنب التكوين الداخلي بتاعه اكتمل، الارنب يقدر يتحمل صدمات اللي هي بعد الفطام، يقدر يتحمل يا جماعه العلف او اي مشاكل في العلف يقدر الارنب يتحملها بعد الفطام. يلا بينا شوف الوزن قد ايه. طبعا قلنا العمر 37 يوم، شوف وزن ده يا جماعه ونقول لكم هنعمل ايه بعد الفطام. يلا بينا يا جدعان مهمين معانا يا جماعه. الميزان اصفار اهوت اهو يا جماعه، اصفار اهو يا شباب، ده اصفار. هنجيب كده يا جماعه ارنب نص الارانب، حط كده على الميزان بسم الله ما شاء الله. ده يا جماعه كيلو اهو يا جماعه، ده عمر 37 يوم، 7 و لا يعتبر طلع 38. احنا بالليل يا جماعه اهوت يعتبر اللي طالع 38. كل سنه وانتم طيبين يا جماعه، احنا النهارده يوم العيد، كل سنه وانتم طيبين وعيد مبارك علينا وعليكم كل خير يا شباب. ده كيلو شويه، ده يعتبر فارد في وسط خطوه يا جماعه. نحطه كده عشان هو الميزان ماله بقى يعمل ايه؟ الميزان منه عايز يتشيك. حط كده يا جماعه، ده 800 جرام يا جماعه، الارنب ده يا جماعه 800 جرام، ده 800 جرام. هنحطه هنا كده يا شباب اهو بسم الله. ده يا شباب 930 جرام، 900 يا جماعه و30 جرام بفضل الله. كل حاجه قدام منكم على الميزان، ماشي يا شباب. بناكل يا جماعه العلب بتاعنا بسم الله ما شاء الله. ده برضو 900 يا جماعه حاجه و40 جرام تمام اهو يا شباب. ده 800 حاجه و30 جرام، 930 جرام، ماشي يا شباب. اول حطوا هنا كده ده يا جماعه 780 جرام اهو يا شباب. بسم الله ما شاء الله. دول 960 جرام يا جماعه. بناكل العلب بتاعنا بفضل الله يا جماعه، العلب بتاعنا ماشي، بناكل من علبنا يا شباب. بس هنا ارنب واحد اهو بسم الله ما شاء الله. 800 وكام؟
870 جرام. ما يا شباب ادي يا جماعه القلب الفاضي. يا شباب بفضل الله هنا كده. يا جماعه قرب يا مامي. بفضل الله يا جماعه الارانب بدات ماشي. دول كام ارنب يا جماعه؟ دول 8 ارانب. هل بقى ابو نرمين اسيب الثمان ارانب دول كده في عين واحده في الحر؟ طبعا اكبر غلط وغلط كبير جدا انك تسيب 8 ارانب اوزان 900 جرام و800 جرام و750 جرام و770 جرام. سيب الثمان دول في عين واحده يا جماعه كده اكبر غلط. ليه؟ الجو حر، الميزان بينه وهنك خلاص ايه عايز الشحن. الجو حر يا جماعه، ما ينفعش تسيب الارانب ديت في عين واحده. يبقى انا اعمل ايه يا ابو نرمين؟ يبقى انا هبدا اعمل عمليه ترحيل للارانب الثانيه يا جماعه ديت كده اهو. لا لا قبل منها يا شباب عمليه ترحيل كده يا جماعه اهوت، وابدا ان اقسم الثمانيه دول اخليهم اربعه واربعه. اه كده ابو نرمين اهو يا شباب، اثنين ثلاثه أربع أرانب كده. خليت في كل عين كام أرنب؟ كل عين يا جماعة أربع أرانب. ماشي يا شباب؟ طلع كده الأرز شوية. ها يا جماعة كل عين كده يا جماعة أربع إيه؟ أربع أرانب تمام. طب بعد كده يا أبو نرمين هنا تعالى كده يا أبو نرمين يا جماعة ديت إن شاء الله أرنبة بكرية أول مرة تولد معاها شويه ارنب بابين يا جماعه ما شاء الله. بابين حاجات جميله جدا يا شباب. فين بقيتهم؟ هم يا جماعه بقيتهم يا شباب ماشي مع خمس حتات بابين بره. رغم يا جماعه الارنب اريكس تمام، بس خلفيتها ايه؟ خلفيتها بابين يا شباب. ماشي يا جماعه بفضل الله الارنبه ديت خلاص دي هتولد يوم 17 النهارده يا جماعه 9 دي ان شاء الله هتولد بعد يوم 17/6. الارنبه ديت ان شاء الله ده هتولد 17/6 يا شباب، متلقاها 17/6 هتولد 17/7 تمام. السنه حركه 8 ايام وده نفس برضه يا جماعه هتولد برضه 17/7 ده اشهر وده اشهر بفضل الله. وليه يا جماعه برضه ده برضه اشهر؟ الارنبه ديت بفضل الله بابي ده يا جماعه برضه ارنبه ريد اشهر ان شاء الله برضه هتولد يوم 15/7 ما تلقاها 15/6 هتولد يا جماعه 15/7. لو رجعتوا في الفيديوهات اللي احنا مصورين فيها الارنبه اللي احنا بنلقاها الارنبه برضه بكريه يا شباب، ارنبه ايه؟ بكريه. فبفضل الله يا شباب الارنب ديت هنبدا نمشي معاها بالعلف تدريجي في العلافه، بمعنى اصح ان انا احط في العين بتاعه بتاع العلافه يا شباب لكل ارنب كل ارنب في الوجبه 25 جرام. يعني ايه يا ابو نرمين؟ يعني الارنب ياكل يا جماعه وجبتين الوجبه بتاعه الارنب 25 جرام، ياكل ده ياكل 50 جرام الى 60 جرام. ليه؟ الارنب ده وعمره 37 يوم وزنه 800 جرام و 900 جرام بدا اكله 50 جرام الى 60 جرام على وجبتين على وجبتين بس. انت في ايام حر يبقى بقلل وجبه النهار وعليك الصبح بدري قوي اقللها وازود وجبه بالليل. يعني مثلا انا هديله 50 جرام في اليوم كامل يبقى اديله 20 جرام او 15 جرام الصبح والباقي بالليل. لمدة أسبوع سبعة أيام أبدأ أزود كمية العلف إلى 70 جرام أو 75 جرام برضو على وجبتين. برضو مدة أسبوع بعد كده أزود الكمية ل 100 جرام لحد ما يكمل معايا عمر 60 يوم اللي هو عمر شهرين. يبدأ الأرنب يكمل معايا 60 يوم أبدأ أديله من 120 جرام تمام لحد عمر البيع 70 يوم. لحد عمر البيع 70 يوم. طب لو انا هنتخب سلاله زي كده يا جماعه، لو انا مثلا خلاص انا انتخبت ارنب سلالات اهو يا جماعه من الارانب نص الارانب اهو يا شباب، يبقى انا هعمل ايه؟ هبدا اظبط كميات العلف
بالنسبه للارنب السلالم علشان اظبط الارنب معايا. ده ياكل ماشي 130 جرام الى 150 جرام يا جماعه. ياكل 150 جرام. تمام؟ ارنب سلالة، ارنب ما شاء الله يعني، ده ارنب حطه على الميزان كده. الميزان بقى ده فصل خالص الميزان. خلاص. جت اخر. ده يا جماعه 2 كيلو 2 كيلو وربع. ده ارنب يا جماعه 2 كيلو وربع. يعني داخل على 2 كيلو ونص. داخل ده على 2 ايه؟ داخل على 2 كيلو وربع يا جماعه و2 كيلو 300. ماشي يا شباب؟ طيب بفضل الله ابدا اظبط الارنب دوت وجبته 130 جرام الى 150 جرام في اليوم كامل على وجبتين 75 او 75 او 74 و70. حلو. طب انت عندك بقى الجو حر والجو زي النهارده كده يا جماعه، يعني او النهارده في طراوه يعني بفضل الله النهارده العيد في طراوه. طب لو انت سامح بكره الجو حر وشفت درجه الحراره، درجه الحراره بكره عالية جدا، ارتفاع في درجة الحرارة. تتصرف ازاي يا ابو نرمين؟ او اعمل الارنب ده يا ابو نرمين؟ بلازم انزل في المية بالليل فيتامين سي. ايه فيتامين سي يا ابو نرمين؟ في فيتامين سي فوار اقراص بشري. ماشي. في فيتامين سي برطمانات. تمام؟ او اكياس بيطري. وفي فيتامين سي في قلب البيت عندك الليمون والبرتقال. عجيب ليمونتين ثلاثة كده اضربهم في الخلاط، أو على برتقال اضربه في الخلاط مع الليمون، وأقوم رايح مصفيها وحاطط منها من العصير بتاعها في قلب جردل المية للأرانب بالليل، الأرنب يشرب بالليل وياكل، يبقى الأرنب معاك زي الفل، يصبح جسم الأرنب فريش والدنيا معاه حلوة وطيبة، ما تواجهش أي مشاكل. تمام. عندك شفاط، شغل شفاطك. عندك باب زي كده افتحه بالليل يدخل لك شويه تراوه. عندك باب زي كده افتحه بالليل يدخل لك شويه تراوه. تمام. طب انت فتحت بالليل والتراوه دخلت المكان والجو بقى عندك، المكان بقى عندك حلو من بالليل، تخطأش بقى وتغلط الغلط الكبير وتيجي الصبح الساعه 10 الجو حر نار، فتح يا عم الشبابيك، فتح البيبان، مصيبة كبيرة. ليه؟ المكان من بالليل الهواء دخل جواه خلى جو المكان عندك ساقع، رطب، حلو، طراوه، يوم حلو، خريفي جوه المكان. حضرتك بقى قمت فاتح الشبابيك، قمت مدخل السخن اللي جوه اللي بره مدخله جوه. بقى بره يا صاحبي زي جوه. بقى بره زي جوه. كده بتعمل مشكلة كبيرة بالنسبة للأرنب. ليه؟ حضرتك او حضرتك ما بصيتش ان الشقه مقفوله او المكان بتاعك العمر بتاعك مقفول زي الثلاجه، فتحت باب الثلاجه بقى بره زي جوه. الموتور مقفول عليه محتفظ بدرجه البروده اللي جواه. فين يا جماعه الارانب بتلعب ازاي؟ صوتها فين يا جماعه؟ دينا كده مزاجها حلو فوق كده، مزاجها حلو، قال مزاجها حلو هنا كده، مزاجها حلو هنا كده. دي الحلويات يا جماعه، حلويات. حد اي حد يا جماعه عايز ارانب ان شاء الله متوفر عليها الارانب السلالات. شوفوا يا جماعه بفضل الله ظهر يا جماعه ازاي يا جماعه؟ ارنب ظهر يا جماعه ازاي؟ شايفين الظهر؟ مش بقى معظم ولا مسلسل ولا في مشاكل ولا في جرف. شايفين يا جماعه؟ فين الكف عامل ازاي؟ كف رجله عامل ازاي يا شباب؟ شايفين؟ تحس ان ارنب متحنن، مفيش برد، السن مظبوطه. ارنب متنقي يا جماعه، ارنب مفروز، ارنب مفروز يا شباب. اهو ارنب ازاي؟ ارنب ظهر، تعرف تمسك الارنب في ظهر في لحم، مش السلسله ما فيش فيه ومعظم وسلسله الظهر قلبك، مش ماشيه كده؟ عارف كده من هنا كده كده من هنا. فين يا جماعه؟ فين يا شباب؟ مش ايدك كده؟ انا واقف الارنب عامله ازاي؟ شوف الارنب المفروض عامله ازاي؟ ودانه
شايفين؟ فين يا جماعة؟ حاجة ما شاء الله. تمام؟ ليه بقى أرنبنا بنبقى فارزينه؟ عارفين احنا مطلعين الأرنب شكله إيه؟ أه يا جماعة. بسم الله ما شاء الله. حاجات بقى لل فلندر. تمام يا شباب؟ أه شفقات بالله. يا جماعة إزاي ما شاء الله؟ أرنب. يا جماعه شايفين الكف الارنبه الوحيده عامله رجلها ازاي؟ شايفين الشعر؟ يا جماعه الارنب شوفوا يا جماعه. طب انا بس احط الحوض حلوه ازاي؟ تقدر كده يا جماعه تلاقي الزبله طالعه وصغيره والدنيا حلوه. فين يا جماعه ما شاء الله؟ ربنا منيمين. شوفوا يا جماعة أنا بقى عامل ازاي يا شباب؟ شايفين؟ اتفرجوا دول الحلويات إن شاء الله. أرنب بقى كلمة أرنب. هنا تحت أمر الجماعة أي حد يا جماعة محتاج سلالات رقم التليفون للتواصل والاستفسار 010 28 35 9 175 010 28 35 9 175 واحنا تحت امر الجميع. اي حد يا جماعه محتاج ارانب سلالات متوفر عندنا. العلب بتاعنا يا جماعه متوفر. سعر الشجاره بتاعتنا يا جماعه عندني اجبننا المصدر نبيعها ب 185 جنيه. انا ببيع الشجاره تاني ب 185 جنيه عشان انا المصدر. تمام يا شباب؟ اما الموزع اللي بياخدها مني بيبيعها ب 200 و210 على حسب المكان اللي رحاله. تمام يا شباب؟ انا شرط عندنا ب 185 جنيه وسعر السلاله عندنا يا جماعه 300 جنيه. سعر السلاله عندنا 300 جنيه. سعر البطاريه النص هرمي 8 عيون كامله بالمشمع 1650 جنيه. مفيش فيها نقاش، مش فيها اي حاجه ولا اي خلاف. 1650 جنيه كامله يا جماعه بالمشمع بتاعها. سعر البطاريه 6 عيون نص هرمي عامله 1250 جنيه. واحنا تحت امر الجماعه يا جماعه يا ريت كده تكون وصلت المعلومه. فطام الارانب المفروض تفطم على العمر 35 يوم فاكتر. كميه العلف بتاعه الارانب قلنا على كميات العلف كلها يا شباب من ساعه ما بتفطم لحد ما تبيع الارنب والارنب السلاله لحد ما يبدا يشتغل معاك يبدا ياكل معاك من 150 الى 200 جرام لحد ما الارنب يبدا يشتغل معاك يا شباب. طبعا دي كانت حلقه النهارده. فطام الارانب عمر كام يوم والعلف لهم وتحافظ ازاي عليهم يا جماعه ملحوظه. الارنب ده يا جماعه بعد ما تفطمه خمس ايام بالظبط تبدا تديله ربع سنتي ايفوماج بشري، ربع سنتي ربع سنتي ايفوماج بيطري اللي هو البارامكتين. ربع سنتي ايفوماج بارامكتين يا شباب للارانب ده تحت جلد الرقبه، تحت جلد الرقبه ربع سنتي. طبعا دي كانت حلقه النهارده. ان شاء الله لما الارانب دي تولد أنا خلاص أشكركم لحسن المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.